الألماني في المركز الثاني، البرتغالي الهولندي في المركز الثالث، المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع، منتخب كرواتيا في المركز الخامس، وكالعادة الهجمة على اليمين وتوماس بيتشيك يوزع والكرة جول جول. هدي 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 يا منتخب بولندا يا كبير يا متحدي. كنا مشاهدينا الكرام، إلى أي حد سيبقى صامت منتخب يوناني يعاني يعاني؟ روبر ليفاندوفسكي هداف الهدافين، ثالث أكبر الهدافين في البوندسليغا، يولع بالنار. شوف الكرة، هات أجمل صورة، الجبهة اليمينية والكرة البولندية والرأسية المثالية. روبر ليفاندوفسكي يتحدى اليونانيين ويعطي رأسية من أجمل ما يكون. هذه هي الفنون لما تكون من أجمل ما يكون. 1-0 للمنتخب البولندي، منتخب الأرض والجمهور يسجل الحضور. منتخب بولندي متعدي بقوة هجومه بقوة فنونه. ليفاندوفسكي يغارت الجمهور اليوناني، يغارت التشكيلة اليونانية ويعطي أجمل أسبقية بولندية. أول سيناريو بتوقيع نجم الكرة البولندية لعب الفروسية. بولند بولند، تدعيم مد جماهيري كبير، رايح على هجوم المنتخب اليوناني يوزع والكرة جول جول. فعل اليونانيون سالبينغيديس بعشرة لاعبين، يتحدى الملايين ويعطي هدف التعادل للكتيبة اليونانية. تحدي كبير من اليوناني القدير. شوف الكرة، هات الصورة والتدخل الدفاعي، وفي النهاية سالبينغيديس يحط الكرة في الشباك البولندية. 1-1 بين المنتخبين في هذا المشوار. كرة القدم لا تعرف المستحيل، كرة القدم دائما لا تعترف بالعلوم. والمنتخب البولندي يصاب بكل الهموم، البديل سالبينغيديس يوقع حضوره، يفرح جمهوره، يفرح مدربه فرناندو سانتوس. شعل كاراغونيس has scored a penalty winner in qualifying against Israel. What can he do here? One big deep breath, one big moment in this first game. And it's been saved. It's a fantastic stop by Titon. Yet more drama in Warsaw. And Poland can counter immediately. The most experienced member of the Greek team, their captain, has been outwitted. It was low enough, there wasn't enough power in it, and Titon was stretched, but he's done enough. It's still 1-1. What a moment for Greece. How much more can he take? المنتخب اليوناني بدأ يؤمن شديد الإيمان بالعودة بنجاح من هذا الامتحان. وهذه كرة أو جول. الخطير والمكير سالبينغيديس، لا يمكن أن تتابعه هذا المجنون الكروي. هذه الكرة هنا، ليس هنالك تسلل، ولكن الحكم يرفع الراية، وقد نقدر هذا. إذن القرار للحكم الإسباني كارلوس فيلاسكو كارباليو.